ثانيا ان شاء الله مولودية وهران تبقى ديما في العلالي. سيفري الوضعية راها ما نقولوش جدو صعبة، الوضعية صعبة ونقدر نخرج من هذا شبه السقوط. وننظر مولودية بإذن الله ما تسقط، باسكو عندنا لي بوسيبيتي، باش عندنا كاين فريق خاصة وين الإدارة المشكورة الذي دارت ميركاتو في المستوى، في اللاعبين في المستوى. إن شاء الله هذو اللاعبين غادي يمدوا إضافة كبيرة لهذا الفريق، وإن شاء الله مولودية وهران تقعد في القسم الوطني الأول. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.